من عندها كانت البداية، هي اللي صارت رمز من رموز هالوطن وشعبه بعد ما زينت علمه وامتدت من شماله لأقصى جنوبه. ومن مسقط رأسه بشري كانت الانطلاقة مع الحدث الأبرز لصيف 2017، وهو مهرجانات الأرز الدولية اللي تعتبر الأضخم بجمع أكثر من 12 فنان لبناني على مسرحها، غنوا سوا للأرز الوطن والجيش بكبر وشموخ، وصل صدى لكل سما بأوبريت ضخم أعاد للمهرجانات اللبنانية مفهومها القديم، وذكر اللبنانيين بزمن عمالقة الأغنية اللبنانية اللي كانوا يقدموا أعمال خاصة للمهرجانات ومش مجرد حفلات عابرة. عشر فنين لبناني من مختلف الفئات العمرية والتوجهات اجتمعوا بأوبريت غنائي واحد وغنوا تحت لواء الأرزي أجمل ما يمكن يتقدم له من كلام، لحن، إخراج، أداء وقيمة، إضافة لأغنيات حفرت بالذاكرة لأهم العمالقة مثل بديع الصافي، صباح، فيروز، نصر شمس الدين، زكي نصيف وغيرهم الكتير. أول مطر أغاني الراعي العالمي لمهرجانة الأرز الدولية تفردت بالكواليس من لحظة الانطلاق والتدريبات للحظة البث المباشر، فالتقت نجوم المهرجان أثناء التحضيرات والبروفيت والدردشة العفوية والمواقف اللي واجهتهم قبل بداية الحفل. جوزاف ورامي وزين، أوكي. كمان منصير من بعيد كل شمال ويمين، صح؟ اثنين شمال وحدة، اليمين بزيقه وحدة. حتى كمان شيء هم بديهم غير أكتاب، بدي أكتاب على الواطي كنا صلا هندرة أول جملتين اللي بعد اسمهم يعني. بس اللي وزي ما في أكتاب أعلى كلنا صلا على. بداية الكواليس من نقطة نهاية الحفل مع شمس لبنان والصوت الأول شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم اللي كانت من آخر الواصلين للبروفيت، فحضرت وأشعلت ليل الأرز البارد وأطفت أجواء طريفة ومرحة ما خليت من الضحك الفرح والبساطة اللي بتنشرن وين ما راحت، وخاصة أنه هالمسرح سبق وقدمت عليه حفل ناجح من عامين. مثل ما بيقولوا لي أنا هون عسكر منظم عادة مشاغبة يعني، بس أنا عم بلعب وأنا عم بكون عم بياخد كل شيء بضحكة، بحاول مرق الأمور لأنه جديتي بتقديم العمل أكتر ما أنه حملة وحس بنوع من التشنج والعصبية، لأنه بدنا نمرق الوقت بطريقة مريحة وبسيطة ولكن مسؤولة. نجوى كرم اللي برصيدها عدد كبير من الأغاني الوطنية حبت تقدم أغنية جديدة على مسرح الأرز بعنوان نحن شعبك يا الله كهدية منا للأرز والشعب اللبناني. نجوى اللي ما ترددت ثانية بالمشاركة بهالعمل الوطني، الكل بيعرف مدى تعصبها لوطنيتها وجيشها ولهجتها اللبنانية اللي قبت انها تغني غيرها على مدار سنوات طويلة، الأمر اللي عبرت عنه لأغاني وعن فرحتها بتزامن هالعمل مع عيد الجيش اللبناني. أرزي إذا ما كنا تحت فياتها لا من بورد ولا من تفا، ونحن كلنا تحت فياتها. شو رأيك اليوم بهالجمعة الوطنية بامتياز يلي عم بتصادف إلى حد ما مع عيد الجيش اللبناني؟ بتعقد، لازم الفنان يكون على القليل قدام الناس وعلى التلفزيون مثل لوحدة الصوت ليطلع يطلق صرخة واحدة، مساج واحد، رسالة واحدة. وأنا مبسوطة بالجمعة، جمعتنا ست ستريدة
وإلى الفضل الكبير تحت الأرزة أنه تجمعنا. هيدا حلمنا كلنا أنه نكون صوت واحد، صرخة واحدة عم نطالب بلبنان واحد. يوم الحفل نجوى كانت الورقة الرابحة اللي سبقها المهرجان للآخر كمسك الختام لتقدم رائعة وديعة الصف يبني، ومن بعدها أغنية الأرزي. وخلال الأوبيريت كانت أبرز الحاضرين. أما النجم العربي وليد توفيق اللي عم بيشارك للمرة الأولى بمهرجانات الأرزي الدولية عبر لأغاني أغاني عن فرحته بهاللقاء الوطني والمشهد النادر اللي صار تحت لواء الأرزي. أنا سعيد سعادتي اللي توصف، طلعي شوفي هالسحر اللي عندنا، شوفي صار لي 35 سنة بغني يا بابور تحت أرزك يا لبنان. أنا حابب والله عيش وموت، وتحققت الأمنية أني غني تحت الأرز وغني تحت أرزك يا لبنان. وطبعا هغني اسلم أرزك وكبار الأحرار، وعندي كمان الأوبريت اللي هي بتجمع كل مطربين لبنان، وهذا اللي كنت نادي فيه دايما أنا أنه ليش ما نكون مثل غيرنا وأحسن. والحمد لله توحدنا، وهذا الفضل كتير بيعود للعمل نفسه اللي هو الأرزي، والأرز كمان ستريد جعجع يطول بعمره، واللي عم يشتغلوا مثل النحل مثل ما شايفه. توفيق اللي يعتبر من أبرز وأهم الأصوات اللبنانية والعربية، ما نسي وجه تحية خاصة للجيش اللبناني بعيده أثناء لقائه معنا. يعني قديش حظنا حلو اليوم حنغني بكرة بليلة عيد الجيش اللبناني اللي عم يدينا بولاده وبيروحوا ليحمي الوطن. تحية للجيش اللبناني، تحية لكل واحد يقبل أيديكم. يعني قد ما نحكي عن الجيش بتعرفي احنا بالنسبة لنا خط أحمر. ونهبي ليل المعركة وطل التحدي ريدنا، وللنار بيصير الحاكي بتظل غيت بوالدنا. النجمة نانسي عجرم اللي تغيبت عن البروفيت لالتزامها بإحياء مهرجانات الدهور الشوير أطلت بالأخضر على مسرح الأرز، وقدمت بصوتها أحساسها وأنوثتها أجمل الأغنيات الوطنية اللي تفاعل مع الحاضرين بشكل كبير. أما الفنان معين شريف فأيضاً كان غايب عن أجواء الكواليس لأسباب خاصة، ولكن صوته كان من أبرز الحاضرين خلال المهرجان. الفنان غسان صليبة اللي قدم خلال مسيرته الفنية أجمل وأرقى الأغاني الوطنية، ومن أغنية وطني بيعرفني المثقلة بالإحساس والحنين لها الوطن، كان واضح أهمية هالمشاركة بالنسبة له بهالمهرجان العريق. أول شيء من خلال أغاني أغاني بحب أشكر كل الفنانين المشاركين، وأنا بيسعدني يكون واحد منهم. كلهم رائعين ولفتة حلوة، ولبوا دعوة السيدة العظيمة سيرة جعجع يلي هي صاحبة الفكرة والمبادرة، وهذه شغلة كتير مهمة وبتمنى أنه تتكرر لدعم الأرزي ولدعم الجيش ولدعم كل مؤسسة تخدم لبنان. بعرف البيت وبعرف الحي، بعرف البوابة، راجع من الغرب فتش عن غيابي، فايق وين حفرت اسمي عدرفة شباك، يا ريت فيك فارق يا قامة الغرب. رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين اللي شارك بهالأوبريت الوطني ما تردد لحظة بالموافقة على المشروع، الأمر اللي تحدث عنه لأغاني أغاني، كما وجه تحية خاصة للجيش بمناسبة عيده. أما يوم الحفل فتميز بتقديم أغنية لبنان يا قطعة سما اللي حقق خلالها تفاعل جماهير كبير بساحة الحفل وببيوت المشاهدين، فأجمعوا الجميع أنه من أجمل الأصوات اللبنانية اللي بترفع الرأس. مشكورين لجنة مهرجانات الأرز على كل المجهود اللي عموا فيه، يعني جمعوا الفنانين كلهم، يمكن هذه سابقة مش كتير صارت بلبنان هون أنه ينجمعوا كلهم بل فنانين بهالحجم الكبير. بقى الكل عم يشتغل من قلبه وكل عم يعطي من قلبه للبلد، لأنه إيماننا كبير بهذا البلد، إنه هذا بلد للكل بدنا نعيش كلنا فيه، وكفانا مدرسة وكفانا مشاحنات سياسية وطائفية وغيره. من
الملحم اللي رافق نجوى بالصعود على المسرح والغناء سوا كانت واضحة الكيمياء الكبيرة والمحبة الصادقة اللي بتجمعن، الأمر اللي بينعكس إيجاباً وإبداعاً على أي عمل ممكن يفكروا يقدموه بالمستقبل كصوتين من أهم وأقوى الأصوات الجبلية بلبنان. يلا خلينا نرجع بعيد، يلا من عيد، يلا انا بتمثلي انك عم تحضرينا اليوم، اعطينا ملاحظاتك يا زلمه، تعال انا والعبيد بكفي انا لايف. بوب ستار رامي عياش وقف للمرة الاولى على مسرح الارز، وخلال اللقاء معنا تحدث بفرح كبير عن أهمية هالمشاركة اللي عم بيقوم فيها إلى جانب أهم الأسماء الفنية بلبنان. هذا نهار كتير حلو، نهار كبير لكتير من اللبنانية ولجمعة هاللبنانية الحلوين. بدي أشكر يعني إنساني قدرت جمعت واهتمت وطلعت من فكرة الانحياز إذا بديك، وجمعت بقلبي كتير كبير كل الفنانين من أطياف لبنان كلها. ستري دجاجة بشكرها من كل قلبي وكل القيمين على المهرجان. رغم جدية التحضيرات والبروفيت للأوبريت، قرر رامي يعزف مقطوعة موسيقية أمام زملائه كنوع من تغيير الجو، وبالفعل قدر يخدن لعالمه الخاص. النجمين رامي عياش وزين العمر حابوا يتذكروا بهالليل الراحل الكبير من ملحم بركات، فغنوا من أرشيفه الرائع موعدنا أرضك يا بلدنا ويا صمتي بأسلوبنا الخاص. أما زين المعروف بوطنيته، دعمه وحبه الدائم لبلده وجيشه، كان واضح الحماس الكبير اللي عنده للمشاركة بهالأمسية الوطنية اللي عم بتصادف مع عيد الجيش اللبناني. أنا مبسوط وكلهم فيهم الخير والبركة، أساتذة كبار من لبنان منشوف حالنا فيهم، هن إخواتي وأهلي، هن اليوم بأرضنا بين أهلنا، يعني أنا بكبر بوجودهم هون بين الأهل والأحباب. مهرجان الأرز مين ما بيشوف حاله أنه غني بهذا المهرجان. النجم جوزيف عطية اللي يعتبر من أصغر النجوم المشاركين بهالأوبريت الوطني سبق وشارك بالأعوام الماضية بهالمهرجان، أما اليوم فطعم المشاركة عم بيكون مختلف لحمله رسالة هاتفي داعمة للأرز اللبنانية. أنا وجودي بالأرز صار مش أول مرة، وكمان مهرجان الأرز تفتتح بلبنان رح يرجع، يعني هذه كمان شغلة حلوة، يعني الحمد لله كمان شغلة حلوة. بقى اليوم مميز مثل ما قلتي فعلا، لانه في اكثر من 12 فنان، وهالجمعه الحلوه من هالفنانين اللي كل واحد عنده نظرته وعنده حياته وعنده الى اخره، هيك اجتمعنا كلنا حول الارز. هذا دليل انه نقدر نجتمع ونقدر نحب بعض، وان شاء الله الصوره الصغيره اللي عم نعطيها على المسرح تصير فعلا بالحياه، ونصير عن جد على الارض الناس كلها تكون هيك عم توصل هالصوره ذاتها ان شاء الله. يعتبر جوزيف الأكثر نجاحاً بين زملائه باختيار الأغنيات اللي قدمها على المسرح، فبين أغنية رجع يتعمر لبنان وأغنية لبنان رح يرجع قدر يسرق الأضواء ويحول المسرح لعرس فني بخطوة تميز فيها ولفت الأنظار بشكل كبير. أما صوت الملائكة عبير نعمي اللي أيضاً عم تشارك للمرة الثانية بهالمهرجان، وصل صوت الدافي والصادح بكيفة أرجاء الأرز، من هون كان في إصرار على مشاركتها بهالعمل الضخم. هيدا حدث أكيد كتير حلو، ومبسوطة كتير إنه نحن سوا عم نغني طاقة إيجابية، عم نغني للسلام للمحبة للوحدة، عم نغني بوجه كل أصوات اللي عم بتنادي ضد السلام وضد الوحدة وضد المحبة، ضد الإنسانية خلينا نقول بشكل واضح يعني. وخاصة هالمحل له هيك طاقة، في طاقة كتير عالية، وأنا بحس حالي هون دايماً بقولهم بحس حالي حد الله، هيك كتير 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 في طاقة إيجابية. يعني دايماً هيدا الجماعة، دايماً العمل الجماعي هو له إيجابيات كتير عالية.
السوبرانو تانيا أسيس اللي بتجمع بصوت الصلاة الشجن والإحساس العالي عبرت لأغاني أغاني عن فرحتها بالوقوف على خشبة مسرح الأرز وتقديم عمل وطني هادف. أكيد هذه أول شيء رسالة كتير حلوة من قبل كل الفنانين أنه نكون مجتمعين عم نفرج صورة حلوة, صورة وحدة وطنية وصورة لازم نعطيها للشباب والجيل الجديد. يعني قدينا احنا جربنا من خلال من لبنان نعطي هالرسالة ويكونوا الفنانين هن المثل الأعلى لكل الأشخاص اللي بيحبون وبيتابعون. التنور اللبناني إليا فرانسيس أيضاً كان له مشاركته الخاصة واللي تعتبر نكهة مميزة لها العمل. مثل ما قلت أوبيرات كتير ضخم مشارك فيه 12 فنان والأوبيرات حاوي على عدة خامات صوتية إذا بدك يلي جامعة كل لبنان من كل أقطاب لبنان, فنانين بجننوا طراز أول بونكتياليتي بتجنن, صار فيه ألفة ومحبة بيناتنا, عمل ضخم كتير كتير. وقلتها وبرجع بقولها مع السيدة ستريدا جعجع, ما في شيء مستحيل. الشاعر نزار فرانسيس اللي توج الأرز بعبقرية كلماته وشعره وأعطى مجهود كبير لإنجاز هالعمل المحترف كشف لأغاني أغاني عن بعض الكواليس. تعب كله بيروح لما منلاقي هالجمعة الحلوة, لما منوصل لمطرح أنه كلنا متفقين ومبسوطين وكل حدا عم يشتغل من قلبه, اللي عم يغنوا بكل من بمحبة ومن كل قلبهم من لما قبلوا أنه يشاركوا ويكونوا بهالعمل, واللي لحن من قلبه واللي كتب من قلبه, فعمل متكامل أنا بسميه. والأرزي بتستاهل قد ما نتعب قليل عليها. الموزع الموسيقي والملحن ميشيل فاضل اللي وضع كل طاقته وأبداعه بهالأوبيرات الوطني على مدى شهور بين الاستوديو بلبنان والخارج, خبرنا أكثر عن تفاصيله وعن بعض الصعوبات اللي واجهها خلاله. فيديو بين اثنين فنانين كتير كبار كتير صعب, كيف 12 شخص تحطيهم بذات نفس الأغنية, والصعوبة بهالشغلة هو أنه تطلعي كل حدا بصوته الحلو. يعني عندك كتير قماشات صوت كتير مبتعدة عن بعضها, وعندك شباب, عندك بنات, وعندك يعني صعبة منا هينة. صرنا شهرين عم نشتغل, أكثر من شهرين ونص, 3 أشهر تقريبا. أنا كتير مبسوط بشو طلع معنا, هلا بدنا العالم تحب بكره. بس هيدي هي. المخرج المبدع باسم كريستو اللي عم بيقدم أجمل وأرقى صورة عن هالمهرجان العريق طيلة السنوات الماضية عبر محطة الام تي في, خبرنا أكثر عن التقنيات المستحدثة والعالمية اللي كانت مفاجأة للحاضرين والمشاهدين. السنة عدا عن الأبجريد بالجرافيكس وبالإضاءة وبالديكور وبكل على كل الأصعدة, في كمان استعمال تقنية جديدة اللي هي الأوغمنتد رياليتي, لحتى بالثري دي مابينج اللي انعمل السنة الماضية, السنة في 3 دي مابينج جديد, ولكن هالمرة الناس اللي ببيوتها كمان رح تستمتع فيه مثل اللي قاعدين هون, لأنه رح يكون في زيادة عن 3 دي مابينج أوغمنتد رياليتي. يعني هلأ هذا تفسير شوي تقني, بس أنه بكرة هلأ بس يشوفوا المشاهدين مباشرة رح يشوفوا عن شو, رح يعرفوا عن شو عم بحكي. المسؤول الإعلامي للمهرجان منى سكر والمنتج المنفذ للحفل إلي رزق حدثونا أكثر عن الكواليس وتفاصيلها. السنة الثالثة على التوالي مهرجانات الأرز رح تنطلق ب 29 تموز ليلة السبت, رح يكون الأوبرات نشيد الأرز اللي كل العالم ناطرينها. هيدي الأوبرات اللي هي رح تطلق صرخة عيش مشترك من الأرز لكل لبنان, 12 فنان رح يغنوا هيدي الأوبرات. اليوم تتجمعي فنانين كون عندك مشكلة تتجمعي 12 كتير يعني وان بلوس بدنا نضوي غابة الأرز. غابة الأرز رح تتضوى بمبادرة من الميدل إيست, شكر كبير للسيد محمد الحوت لأنه قدم 250,000 أورو لتضواية غابة الأرز. مثل كل سنة بتصور هلأ بلشوا يتعودوا العالم أنه مهرجان الأرز صار عنده هيك منتظر, يعني مع أنه عمره بس صار له 3 سنين. بعتقد أنه كتير عامل أمباكت كتير كبير, ومن سنة لسنة يعني بتصور أنه عم بيطلع exponentially مثل ما بيقولوا, يعني عم بيتطور وعم بيصير أحلى وأحلى بعشر مرات زيادة كل سنة. هالسنة رح تكون مميزة من كل النواحي, هالليلتين يلي
يلي فيهم كل هالفنانين يلي عم بيكرموا فيهم الأرزة. ديجا كيف هالأرزة جمعت كل هالفنانين سوا، وأكيد تاني ليلة يلي فيها أسامة وهيبة طوجي، أسامة رحباني وهيبة طوجي. هالليلة الوطنية بامتياز واللبنانية بحت فاقت التوقعات واكتملت شكلا ومضمونا، فكسبت الرهان عن جديد مع محطة الام تي في اللي كانت عم تنقل وقائع الحفل بأبهى حلي ومشهدية. فسنة عن سنة عم يستقطب هالمهرجان حيثية وجماهيرية كبيرة، وعم ياخد حيز وطني أكبر صنع في لبنان. سهم بإنجاحه عوامل كتيرة، أبرز النائب ستريدا جعجع رئيس المهرجان والدكتور سمير جعجع الداعم الأكبر لإله، إضافة لفريق عمل محترف تعب على التنظيم وإظهار الحفل بأبهى صورة.